مساء الخير. خبر خروج الإعلامية دولي غانم من عالم الإعلام تصدر تويتر اليوم بهاشتاغ حمل اسمه. عبر فيه الغالبية من المغردين عن تضامنهم مع دولي واستياء الكبير من قرار المؤسسة الإعلامية يلي من بعد ما اشتغلت فيها لأكثر من 30 سنة بتتفاجأ بقرار الفصل من دون أسباب واضحة. التعاطف والتضامن الكبير مع الإعلامية خلق موجة من الانتقادات انهالت على محطتها السابقة، حتى أنه تم توجيه رسالة لمسؤولي المحطة بيطلبوا فيها ما يستبدلوا الإعلاميين بأشباه مونولوجيست وما يحولوا المؤسسة لمدرسة قيل وقال ويمنحوا الهوى لأشباه مذيعي الصحافة الصفرة مثل ما عم يصير مؤخرا حسب ما ذكرت الرسالة. أما المحلل السياسي جوزيف أبي فاضل فغرد بتويت انتقد بسببها بوصفه دولي إنها ما بتتمتع بالكفاءة المهنية لأنها بتضيع بتتلعثم وما بتركز، ليثير هالرأي غضب جمهور الإعلامية. من ترينز لايك لدولي ويعطيك العافية عيا اللي قدمتيه. انتشر فيديو لطفلة عم تبكي من الجوع بعيادة تغذية وعم تطلب بدها تاكل لكن أمها مش عم تسمح له، وبالرغم من أنه الفيديو بيثير الضحك بسبب هضامة وعفوية الطفلة لكنه بنفس الوقت أثار موجة من الانتقادات للأم وجدل كبير حول الآثار يلي ممكن يتركها هيك شي بنفسية الطفلة. منشوف الفيديو سوا. الجوع يأكل مثل الجوع، بعد ما تأكلين تمي مثل الجوع يأكل مثل الجوع. ما تأكلين تمي، بس تأكلين سلطة وفاكهة، ما تأكلين نميان. الدواء بقى حسوني شو ما ياكل شلون حلو جسمه حتى يروح الكرش مالته. موز تفاح بعد ما تاكلين اريد بيضه. ما تاكلين بيضه بس تاكلين موز تفاح وزلايط. لا اريد بلي موز ياكل ولا جسمه ولا اي اهم شيء ما تاكلين جدي ياكل زيايا وتفاح ياكل بعد ما كنت من جابر مثل من الجوع ياكل مثل من الجوع. بعد ما تاكلين تمان ما تاكلين نميات بسكت وجلاتين ماكو بعد. أعلنت فيسبوك مؤخراً عن ميزة جديدة للماسنجر وهو إمكانية إجراء فيديو وإرسال رسالة نصية بالوقت نفسه. وشرحت فيسبوك إنه هالميزة فيها تكون لمستخدم عم يسأل صديقه عن رأيه بحذاء بده يشتريه أو نوع البوضة يلي بفضلها. أما بالنسبة لكيفية عمل هالميزة فلازم نقوم بتحديث التطبيق لتظهر بعدها إشارة الكاميرا بالأعلى، وبس ننقر على الكاميرا بيتمكن المستخدم من بدء محادثة فيديو مع الطرف الآخر يلي رح يكون عنده الصوت مخفي أول شيء، لأنه حسب فيسبوك أنت بتحب تشوف أولاً بعدين تسمع حتى تقرر أنت العكس. تجدر الإشارة أنه ميزة الفيديو الفوري من فيسبوك هي ميزة مطابقة لميزة موجودة أصلاً على سناب شات. مشاهدينا نحن لهون وصلنا لنهاية أخبارنا لترينز. لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى فيكم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، صفحة ترينز على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب شات، وما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. نهاية عطلة سعيدة لكم مشاهدينا وتصبحوا على خير.